سامي ميزم شيمة. بداية اعتقال ابن مسلة طبعاً وهي أخوي الصغير. طبعاً كانوا من 4 سنوات مستهدفيني، كانوا يبون يشكلون لي أي قضية كانت. طبعاً لما اعتقلوا في المسلة، أول ما اعتقلوني طبعاً ضربوني باللهو بالسفتي مالهم الهلمت، طبعاً كله على الوجه وعلى البوز. بعدين صمدوني طبعاً ضربوني أفكاري وراء ودوني لمنطقة مجهولة ما كنت أدري أنا فلان. طبعاً ضليت 15 يوم. أول يوم طبعاً اعتقلوني تم تمزيق ملابسي، خليت عاري، جابوا لهم سلتين من الفلج، خلوني داخل، أجالي داخل الفلج، وإيسي يشتغل كان زين، وبدلت طبعاً ساعات الكهربائية في الجهاز التناسلي وفي كل محل حساس. طبعاً أنا فاقد خصية من وعندي في الأذون سمام الأذون راح، يعني راح أذون اليسار ما أسمع منه، وعندي خصية راح كسر في العنقود، قلعوا عنقودي واليسار كسر في الصبعة، وهنا عندي ضربات في الكلى. طبعا هم كانوا ما يبون مني قضية بداية، قالوا احنا نبي نعذب. الطريقة ظلت 15 يوم طبعا واقف، جلسات كهربائية، مفسخ طبعا عاري، ثلج، ماي، تعليق، كل الوسائل طريقة التعليق طبعا مارسوها. عقب 15 يوم صار الانفجار برا، عقب 10 ايام صار الانفجار برا، فالصقوا فيه هذا التهم وانا داخل كنت معتقل. هذا بداية في مكان مجهول طبعا، انا ما ادري كنت وين. عقب ما طلعت عرف لان انا في القلعة، ودونا بعدين فاضي الجاف. طبعا التقيت في علي هناك مسكين، كان يعني مارسون يا اساليب التاديب وهذا، وكانوا يبون يقر عن اعترافات هو ما لي دخل فيها، كانوا يبون يضمون علي وياي في نفس القضية اللي تفجير في المدينة. فأنا طبعاً ألصقوا فيه تهمة التحريض والتمويل من المقداد والأستاذ، لأن بكوني أنا مشيمة، فجمعوا اللقبين وقالوا أكيد الأستاذ يمولك بكونك من أهله. طيب أنا ما يمولني ولا عندي أي شيء، ما عندي حتى رصيد في البنك، يعني شلون هو بيمولني؟ فعموماً قالوا إحنا ما نبي منك شيء اعتراف، إحنا نقدر نخليك بأي وسيلة من الوسائل تعترف، حتى لو بالضر نقدر نجبرك ونخليك توقع على اوراق حتى لو انت ما كنت مسوي شيء. فكان طبعا هذه الاساليب اللي كانوا يستخدمونها. فطبعا قالوا لي انت وش دورك ويا علي سعد، يعني وش نشاطك وياه؟ دائما علي ما عندي علاقه وياه الا من ديره ثانيه، يعني ما عندي اي علاقه وياه. فطبعا قالوا لي احنا نجيب علي قدامك هني ويعترف، لان انت وياه في نفس القضيه، تفجير، تخطيط، زين، وعبوات قابلة للانشعال والانفجار. قلت لهم جيبوا قدامي، يعني رجال طرير، يعني شلون بيقدر يصنع وهو ما يشوف؟ قالوا لا يصنع بالشر. قلت لهم لا، هذا ما مستحيل يعني هذا الشيء. فقالوا لي احنا نوديك اليه او منجيبه اليك، خليه هو يقر بالاعتراف قدامه. طبعا هم ما جابوا علي هي ولا شيء، زين. فكنت اسمع اللي هو صراخ علي، صراخ احد ثاني، الله اعلم. هذا الموضوع كبدايه. لكن انفرادي طبعا لاخر الايام، يعني 5 ايام او ما ادري كم، خلونا جمعنا وبعدين رد عزلونا انفرادي. عقب ما صارت طبعا 14 فبراير، طبعا ما كنا ندري برا شيء. عقب ما صار سيدا عزلونا عن الانفرادي، يعني عزلونا طبعا عن الجمع. ودي طبعا انا كنت حتى لو انتهت التحقيق، يعني لما اطلع انت الكرام حق الحمام بعد لازم يدرون، يعني لهذا الطريقه حتى يوم اللي بيهدونا كان يمارس وياي هذا الاسم. يعني هم بدايه قالوا لي احنا مجودينك انتقام، لان من 4 سنوات كنا نبيه. كانت هاي الطريقه وياي. طبعا انا مدوني يمكن 8 مرات طبيب شرعي، كل مرة أنا أقول له طيب شرعي هذا آثار التأديب. طبعا كانت جسمي كامل مشلة، يعني تبين الآثار،
واقول له هذه اثار التعذيب. كان هو يكتب هذه جروح من قديمه من سنتين، هذه من حادث، هذه من كيف، هذه من طايه. كان كل تلفيق بتلفيق، كله تلفيق بتلفيق طبعا. وكان هو الضابط بنفسه يعني شهود الجماعة كانوا موجودين. يقول الطبيب الشرعي في جيسة يعني، والمحكمة الكبرى في جيسة. ضابط هذا اللي قال هذا بدأ نعم يقول يعني ما في مفر، احنا القضية دي مفبرة كبيرة، ما في مفر تطلع منها. في ملاحظة طبعا في النيابة، مودون النيابة، وكيل النيابة قسما بالله العظيم طلع لي هوز من المجهر وقال لهم ودوه جلسات كهرباء. انا بسألك سؤال، التعذيب اللي صار اليك بتواصل ولا ما بتواصل؟ بواصل حتى الموت. يعني التعذيب اللي صادوك ما نتشف؟ لا ابدا ولا بنتشف. بارك الله فيك، هات تستاهل، سهل عليها صدق.